فاتح، وأيضا الثاني من شهر نوفمبر القرارات المنتظرة، مسار طبعا التعاون العربي، هل ستكلل هذه القمة بنهج جديد في التعاون العربي وبادرة أيضا في ظل هذه المؤشرات الإيجابية من أطراف عربية عدة بأن قمة الجزائر ستكون حقيقة قمة استثنائية. للحديث حول القمة معي في البلاتو الدكتور رضوان بوهيد الأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر. دكتور يا مرحبا، صباح الخير. صباح الخير مولود وبكل مشاهدي نهار. أيضا متواجد معنا عبر خدمة السكايب الدكتور إسماعيل خلف الله المحلل السياسي وأيضا الخبير في القانون الدولي من فرنسا، التحق بنا. دكتور صباح الخير. صباح الخير أستاذ مولود، تحية لك وللدكتور بهيدل ولسائر المشاهدين. شكرا لك دكتور إسماعيل خلف الله. أبدأ معك دكتور رضوان بوهيدل، ما الذي تعنيه هذه الإشادة من الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي؟ قال بأن وزراء الخارجية العرب اتفقوا خلال الاجتماع البارحة، اجتماع وزراء الخارجية العرب، على حل الخلافات، فيه إجماع على حل الخلافات التي طرحت، وقال بالحرف الواحد أنه تم معالجة كل هذه الخلافات. لا، هو بالعودة إلى شعار هذه القمة لم الشمل، ولم الشمل نقصد به مصالحة عربية عربية، يعني الهدف الأول والتحدي بالنسبة للجزائر كرئيسة لهذه الدورة 31 هي إجلاس القادة العرب على طاولة واحدة دون أي خلافات والوصول إلى بيان ختامي فيه نوع من التوافق، ولما لا الإجماع حول كل نقاط البيان الختامي. هذا تحدي ورهان كبير صعب تحقيقه، وكان صعب تحقيقه في القمم السابقة. لما يتحدث الأمين العام المساعد السيد حسام زكي على يعني النقاط أنه تم التوافق على كل النقاط هي بادرة، قال بالحرف الواحد تم احتواء كافة الخلافات المسجلة. صحيح صحيح، وحتى تحدث عن النقاط، يعني لما تحدث على أنه كل نقاط متفق عليها هي أولى بوادر النجاح القمة، ولما تحدث على خلافات أكيد كانت هناك خلافات أو اختلافات على الأقل في وجهات النظر تجاه عدد من القضايا، القضايا معروفة، القضية الفلسطينية، اليمن، سوريا، ربما حتى لو كان الموضوع شائك وحساس ولا أعتقد أنه سيتم إدراجه في غياب السوريين، لا يمكن الحديث عن سوريا في غياب سوريا في حد ذاتها. طبعا تم إرجاء هذا الملف لمرحلة قادمة. أكيد، لكنه يبقى نقطة، يبقى نقطة لا يمكن تجاوزها في كل الأحوال على الأقل في المناقشات. أكيد لما يتحدث عن الخلافات لأنه تم الترويج وهناك من ما زال يحاول تشويه صورة الجزائر، صورة القمة الجزائرية وجعلها لا حدث وتقزيمها إلى آخره. أعتقد أنه كلام السيد الأمين العام المساعد للجامعة العربية يعني وضع حد لكل هذه الأقاويل، أنه القادة عندما سيجلسون على طاولة المناقشات أو طاولة الجامعة العربية في الفاتح من نوفمبر بالجزائر سيكون دون أي خلافات، لأنه أي خلافات تم احتواؤها حسب كلامه. هذه نقطة جد مهمة ورسالة أيضا للرأي العام العالمي الذي يحاول دائما تنفيذ أجندات لا تخدم الوطن العربي، والهدف من إجلاس القادة العرب على طاولة واحدة دون خلافات هو الوصول إلى العمل المشترك. لما نوصل إلى العمل المشترك سيتم تنفيذ القرارات، حتى لا تبقى أيضا حتى لو اتفقنا حول قرارات معينة ما تبقاش حبر على ورق في البيانات. وهذا هو المرجو، أن لا تكون قرارات لأنه ربما حتى المواطن العربي تعهد في مثل هذه القمم أنه قمم شكلية قرارتها غير ملزمة تنعقد فقط من أجل أن تنعقد، ويلتقي الزعماء العرب إن حضروا طبعا في القمم السابقة لمجرد طبعا انعقاد هذه القمة بدون قرارات ملزمة وبدون أيضا جدوى حقيقية تنعكس على طبعا الشعوب العربية. دكتور إسماعيل خلف الله، طبعا قيل الكثير عن قمة الجزائر حتى قبل انعقادها بأيام، فيه من شكك طبعا في مسعى الجزائر الواضح والهادف إلى لم شمل العرب
على طبعا على مسار واحد يخدم الشعوب العربية. اليوم حسام زكي يقول بأن الأمين العام المساعد للجامعة العربية يقول بأن كافة الخلافات التي طرحت على الطاولة طاولة وزارة الخارجية العرب تم حلها. هل هذا يعني أن القمة العربية ستخرج بقرارات مصيرية تجمع القادة العرب؟ هو هذا ما يعني كنا نؤكده منذ بداية الجهود الجزائرية في التحضير لهذه القمة. قلنا بأن هناك تجاوب كبير مع خاصة مع جامعة الدول العربية نفسها على أنهم في بدايتها كان المسؤولون سواء الأمين العام أو مساعد الأمين العام كانوا يقولون بأن الجزائر جادة في تحضير قمة جادة، وهذا الذي لمسناه من خلال هذه التصريحات المختلفة لوزراء الخارجية العرب الذين صرحوا على أن وهذا الخطأ أو هذا التصريح الأخير لحسام زكي يؤكد هذه الخلاصة على أن قمة الجزائر ما أتت إلا لتبعث الروح من جديد وتنفخ الروح، هذه الروح التي فقدتها جامعة الدول العربية والاجتماعات العربية التي كانت عقيمة للأسف. اليوم الجزائر هذه القمة تريد أن تكون الجزائر ومن يطمح لكل العرب يطمحون إلى أن تكون قمة فاعلة وقمة جادة وقمة تخرج بقرارات. خطأ أو تصريح حسام زكي يعتقد أنه يؤكد على أن بوادر نجاح القمة قد بدأتنا نلمسها، ولعل أهم هذه البوادر هي الخروج أو المخرجات التي أو التوافقات التي خرج بها اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الذين أكدوا على أن أغلب الملفات المدرجة قد تم التوافق عليها وتم إدراجها في جدول أعمال. وهي نفس تصريحات لوزير الخارجية السيد المطلع عمامرة، قال بأن مشاورات الاجتماع التحضيري مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء خارجية العرب كللت بنتائج توافقية واتسمت بالصبر والروح الإيجابية البناءة. هذه طبعا أصداء من داخل القمة ربما بعد المشاورات بين وزراء الخارجية العرب. هل هذا يمهد طبعا لتوافق أوسع على أن تحل هذه الملفات؟ طبعا تم دراسة ومناقشة 19 بندا كاملا لأبرز القضايا، طبعا أهمها القضية الفلسطينية وأيضا تعزيز العمل العربي المشترك. هل هذه التوافقات ستمهد لربما مشاورات ستكون ثرية بين القادة العرب وقرارات ستكون حاسمة أيضا؟ بكل تأكيد، لأن اجتماع وزراء العرب وخارجية العرب هم من يحضرون المشاريع والتي تطرح وجدول الأعمال، فهذا التوافق هو دليل على أن الملفات المطروحة هي تقريبا هي نستطيع أن نقول أنه تم حسم النقاط، يبقى إعطاء الضوء الأخضر من الزعماء ومن القادة. القادة اليوم حقيقة هم لن يعني يكفيهم الوقت حتى ربما يناقشون ما هي النقاط التي يتم إدراجها، ولكن أعتقد أن اجتماع يومين لوزراء الخارجية العرب ألموا بهذه النقاط، وربما حاول البعض تشويش على هذا الاجتماع وربما يعني محاولة إفشاله، ونجاح هذا الاجتماع وخروج هذه التوافقات دليل قاطع على أن القمة غدا وبعد غد سوف تكون حاسمة لهذه النقاط التي تم التوافق عليها، وثم تعطي الضوء الأخضر للبدء في هذه المشاريع، مشاريع حقيقة سوف تدفع أو سوف ينظر لها الشارع العربي بكل من بقمة الجزائر باتت محل استقطاب ليس فقط في الوطن العربي وإنما حتى من خارج القطر العربي. طبعا في خضم هذه التحولات التي يشهدها العالم، طبعا سنناقش أبرز هذه الملفات التي ستطرح القادة العرب
والقضية الأساسية للأمة العربية طبعا القضية الفلسطينية. أعود إليك دكتور ضوان بوهيدي. قال دكتور إسماعيل خلف الله نقطة مهمة، كأن هذه القمة حتى قبل بدايتها أعادت الروح التي كانت مفقودة والزخم للجامعة العربية ودور هذه الجامعة في الوطن العربي. هل المؤشرات الحالية وهذه التصريحات التي طبعا كلها إيجابية وتنبئ وتؤشر على توافق بين القادة العرب ستعيد للجامعة العربية المكانة على الأقل التي يجب أن تأخذها في حيزها العربي؟ لا، هو الأكيد من الواضح أنه قمة الجزائر إن شاء الله نقولها ستكون قمة كل القمم، لأنه سياق المحيط، سياق سياسي الاجتماعي الاقتصادي الثقافي أيضا المحيط ب يعني تاريخ القمة يعني يدفع بالجزائر أن ترفع التحدي والرهان وتنجح هذه القمة من خلال إجلاس كما قلت لك القادة العرب على طاولة واحدة دون أي خلافات، الخروج ببيان يمثل كل الأمة العربية أو كل الدول العربية، يعني على الأقل اليوم يمكن الحديث عن عالم عربي، عن أمة عربية، وليس الحديث عن الجزائر وتونس وموريتانيا والسعودية والإمارات وغيرها بشكل انفرادي ودون حصر ذلك في الشق السياسي والدبلوماسي فقط، لأنه هناك شق اقتصادي جد مهم بالنسبة إلى العرب يجب تفعيله، هي فرصة للجزائر لأنه في الأخير أخي حتى دكتور رضوان أول مرة في قمة عربية يطرح هذا المفهوم العربي المشترك، الأمن الغذائي العربي، صحيح، الأمن الطاقوي للأمة العربية، كيف يمكن أن نجابه التحديات، كيف يمكن أن نتحرك كأمة عربية وتكتل عربي موحد، وبالتالي هذه الملفات كلها طرحت ولكن بصيغة تجمع العرب كلها. صحيح، لا هو الهدف هو جمع العرب، الوصول كما قلت لك في البداية إلى ما يعرف بالعمل العربي المشترك، نعمل جميعا كمؤسسة هي الجامعة العربية، كاتحاد أيضا سياسي واقتصادي واجتماعي لمواجهة التهديدات والمخاطر. الأزمة الغذائية هي تهديد، إذا يجب أن نحقق أمنا غذائيا للأمة العربية. مسألة الطاقة، ما يحدث كما قلت لك السياق العام، هناك حرب روسية أوكرانية، لا يمكن أن نلغي هذا الملف من طاولة الجامعة العربية، من المستحيل، هو يبدو غير عربي لكن تداعياته كبيرة على الوطن العربي. صحيح. في منذ بداية الأزمة مثلا يعني شفنا تباين في المواقف ما بين الدول العربية تجاه هذه الأزمة، ربما من خلال، أقول ربما فقط من خلال قمة الجزائر الدول العربية ستخرج بموقف واحد تجاه هذه الأزمة، كيف يجب التعامل مع هذه الأزمة، كيف نتجاوز التداعيات. نقطة جد مهمة، كيف يمكن ننسق المواقف لتحرك تحرك جماعي الدول، وهذا هو الهدف اللقاء المندوبين ومن بعدهم وزراء الخارجية، لأنه القادة لما يجوا راح يشوفوا جدول أعمال أو ما يعرف بورقة طريق القمة العربية أو مسودة، وما راح يشوفوا حتى مسودة البيان الختامي، لكن كل شيء قابل للتكييف للمناقشة من طرف القادة العرب، لأنه في الأول وفي الأخير لديهم صلاحية التعديل وربما خلق مفاجآت من نوع آخر. في النهاية نقول أنه أي شيء راح يخرج من قمة الجزائر سيرتبط باسم الجزائر وباسم الفاتح من نوفمبر، لذلك الجزائر تسعى إلى إنجاح هذه القمة، يعني أي قرار سوف يتخذ يوم ما سيقال في قمة أول نوفمبر بالجزائر عام 22، هذه نقطة جد مهمة حتى لو كانت شكلية وتبدو بسيطة إلا أنه مهمة بالنسبة للأجيال القادمة في الجزائر. لا نريد لقمة أن تكون فيها خلافات، أن يرتبط اسم الجزائر أو اسم أو حتى تاريخ الفاتح من نوفمبر بكل ما يحمله من رمزية ودلالات بخلافات أو مناوشات أو يعني هذا الشيء موجود، وقالها الدكتور إسماعيل أنه كانت هناك محاولات، ونضيف هذه المحاولات ستبقى أثناء اليوم واليوم الأول واليوم الثاني وبعد البيان الختامي وحتى طيلة دورة رئاسة، يعني طيلة رئاسة الجزائر لهذه الدورة. ممتاز، سأنقل هذه النقطة لأن الدكتور إسماعيل خلف الله أكيد يريد
ربما الرد على هذه الأصوات. دكتور اسماعيل خلف الله، الجزائر تقول أريد لم شمل العرب، شعار واضح وصريح ويحمل الكثير من المعاني لعمل عربي مشترك بما يحقق أمال الشعوب العربية التي كانت دائما تنظر للجامعة، هذه المؤسسة الجامعة العربية، على أنها إطار يحتوي العرب جميعا، لكنها ربما لم تؤدي ذلك الدور الذي كانت تأمله الشعوب العربية، أو حتى الدور الذي تأسست من أجله الجامعة العربية، الدفاع عن القضية الفلسطينية، وأيضا هذا الصراع المستمر العربي الصهيوني. وبالتالي اليوم هل الجزائر بكل ما قامت به لحد الآن، جمع الفصائل الفلسطينية في 13 من شهر أكتوبر الحالي وإعلان الجزائر وهذا الاتفاق التاريخي البعض وصفه بإعلان ثاني لقيام الدولة الفلسطينية في الجزائر وما بعد هذا الاتفاق، أيضا اليوم الجزائر سعت إلى تقريب وجهات النظر بين كل القادة العرب وهذا ما لمسناه أيضا في اجتماعات وزارة الخارجية العرب، وبالتالي الجزائر تريد كل الخير للعرب وتريد تفعيل حقيقي لهذا التكتل العربي بما يحمله من مقدرات، بالتالي لماذا كل هذا الضجة التي أثيرت حول قمة الجزائر وهي تريد كل الخير يعني الأمة العربية؟ هو الجزائر لو كانت تريد لقمة أن تعقد شكلا ودون مضمون وربما مثلها مثل القمم الأخرى لما يعني كلفت نفسها وبذلت هذا الجهد وربما لما لحقها هذا السب وهذا الهجوم الذي تلقاه اليوم. الجزائر اليوم أرادت وإن كان يعني هذا شعار لم الشمل وأصبح جريمة في حق الجزائر وبأنها الجزائر اليوم تقوم بجرم في لأنها رفعت هذا الشعار اللي هو لم الشمل وتوحيد الصف العربي والرؤى العربية حول في ظل متغيرات دولية ومستجدات جديدة تحديات كبيرة. الجزائر اليوم عندما يقول القائل وهؤلاء الذين يرفعون ويهاجمون الجزائر الحقيقة أو أنهم يقولون بأنها ستفشل وأنها لن تصل إلى هذا المبتغى، نقول بأن الجزائر بالحقيقة هذا الذي يسوقونه هو الأصل، والجزائر تريد أن تصنع الاستثناء وهو توحيد الرؤية العربية حول العديد من الملفات الحساسة وعلى رأسهم القضية الفلسطينية. الجزائر عندما حاولت وبذلت هذا الجهد لا تريد شرف ولا تريد تاج ولا تريد ربما من يسوق أنها تريد تتزعم البيت العربي، وهذا الجزائر في الحقيقة بعيدة عن كل هذا التسويق الكاذب وهذا التدليس وهذا التغليظ. الجزائر رأت بأن اليوم التكتلات الدولية تحيا تنفخ وترفع وتدفع وتحيا وتبعث الروح من جديد من مثل حلف الناتو وأحلاف دولية كثيرة، البريكس مثلا. الجزائر تريد لهذا البيت العربي أن تكون له رؤية، أن تكون له بصمة، أن يكون له موقع. رانا نتكلم على نظام دولي جديد متعدد الأقطار، أين يكون موقع العرب في هذا العالم؟ أين يكون موقع العرب حتى يكون مؤثرا لا متأثرا، حتى يكون له دور، حتى يكون له قيمة أمام هذه القوى المتناحرة اليوم أصبحت. أنا نشوف اليوم العلاقات الدولية ضربت، كل العلاقات ضربت، كل القوانين الدولية اليوم منطق القوة العسكرية والقوة الاقتصادية. أين هي القوى العربية اقتصاديا أمنيا عسكريا دبلوماسيا؟ الجزائر تريد أن تغتنم هذه الفرصة لكي يكون لهذه الأمة العربية موقف حاسم وحاسم في قضاياها. لا، احنا اليوم الجزائر لا تطالب جامعة الدول العربية ان تحسم الأزمة الروسية الأوكرانية، هي تريد ان نحسم أزماتنا، أزمة الليبية، الأزمة اليمنية، الأزمة السودانية، سورية، كل هذه الأزمات، القضية الفلسطينية التي اصبحت زحزحت عن المركز وأصبحت الهامش، وأصبح هناك من الدبلوماسية العربية من تسوق أن تقول بأن فلسطين ليست قضيتي. لهذا الحد وصل العرب، يعني أنها القضية المركزية التي تجمع كل الدول العربية الرؤية. ثم أيضا هناك نقطة يا أستاذ مولود، القضية اليوم أصبح من هو العدو
أو أولوية أو ترتيب العدو. الجزائر أصبحت متهمة بعلاقتها مع طهران وكأن الجزائر خرجت على العرف الدولي وارتكبت جرم. الجزائر لها علاقات مع طهران مثلها مثل العلاقات الدولية، مثلها مثل الدول الأخرى. هذه طهران الذين يسوقون على أنها العدو. طهران اليوم تجتمع بأكبر عواصم الدول المؤثرة في المجتمع الدولي في فيينا، الاتفاق النووي مع من تجتمع؟ تجتمعون مع طهران أم مع من؟ إذن فما جرم الجزائر الذي ترتكبه؟ الجزائر عندما يسوقون على أنها تقوم بعلاقات استراتيجية مع إيران وهذا كله كذب وتغليط، وإنما هي علاقات عادية جدا محدودة. حتى العلاقات التجارية نقول بأنها ربما حتى ما كانش يعني خلاص. على عكس دول خليجية لها علاقات تجارية وطيدة مع إيران، وهؤلاء الذين يهاجمون الجزائر على هذا الجرم. انظروا إذن للعلاقات الخليجية الإيرانية اقتصاديا تجاريا. على كل على كل على كل الجزائر تقيم علاقات مع كل دول العالم، علاقات دبلوماسية عادية، وربما من المستحيل طبعا معروف على الدبلوماسية الجزائرية أنها لن أبدا لن تعمل ضد المصالح العربية، بل بالعكس تسعى دائما إلى مد جسور التواصل مع مختلف البلدان العربية للعمل سوية. ربما ما تفعله اليوم في القمة العربية وما قامت به من جهد كبير لا دليل على نوايا الجزائر الصريحة تجاه مختلف الشعوب والبلدان العربية. أعود إليك دكتور رضوان بوهيد، أشار إلى نقطة جد مهمة دكتور إسماعيل خلف الله. ربما القمة العربية هذه تنعقد بعد تطورات دولية حاسمة، بدءا من الأزمة الصحية، أزمة كوفيد، إلى غاية أزمة أوكرانيا، فرضت معطيات جديدة في العلاقات ما بين الدول، حتى ضرب تكتلات قوية للاتحاد الأوروبي في العمق. وبالتالي هل هذه الظروف المواتية اليوم للعرب في ظل هذا التقارب أيضا العربي مع موسكو، وهل هذه التحولات كلها وتطورات تساعد العرب اليوم على فرض مكانة وحجز مكان لهم في المحيط الدولي؟ لهم مجبرون كدول عربية مجبرة اليوم على يعني الدخول في هذا السياق العالمي وفي هذا النظام العالمي الجديد، نظام ما بعد جائحة كورونا، ولما لا الحديث عن نظام آخر ما بعد الحرب الأوكرانية الروسية. لا أعتقد أنه العرب بمنأى عن تداعيات كل ما يحدث في العالم، يجب استغلال الفرصة يعني تقديم المصلحة العربية على أي شيء آخر. يعني أعتقد أنه هي فرصة بالنسبة للجامعة العربية حتى تثبت وجودها من خلال موقف واحد. الأهم هو أن نخرج بموقف واحد، مش موقف يمثل ربما 10 دول ولا 15 دولة عربية فقط. يا ريت لو كان يمثل 10 دول، الدول تتحرك يعني كل دولة تتحرك على حدة فقط، حتى التفكير يعني كيف يمكن ننسق المواقف لم يكن موجودا سابقا، وهذا ما تعمل عليه الجزائر في طرح أكثر من ملف في هذه القمة. لا، وهذا ما يعني ما أثر سلبا على الجامعة العربية وعلى قرارات الجامعة العربية وعلى التنسيق وعلى العمل العربي المشترك. صحيح لا يمكن أن نتدخل في سيادة الدول علاقتهم الثنائية، وبالعكس لا نقبل بأي ضغط وبأي فرض لمواقف معينة تجاه قضايا ثنائية تخص الجزائر، لكن هناك قضايا عالمية تحتاج إلى موقف واحد. أكيد، لأنه ولما لا يعني خلقنا هذا النوع من التكتلات مثل أوباك ولا الحلف الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي أو الجامعة العربية. يعني هذا النوع من التكتلات جاء لمواجهة المواقف كبرى. كيف يمكن الوصول إلى هذا النوع من التكامل في المواقف أو تتحرك أو الاستجابة للبلدان العربية لمختلف الأزمات، أن تستجيب بموقف منسق مثلا بعد الأزمة الأوكرانية؟ فيه تحرك على أكثر من جبهة لتنويع العلاقات بين البلدان العربية، مع موسكو، مع الصين، مع الهند، مع الكثير من البلدان، لكن كيف يمكن تحرك عرب جميعا بما يخدم البلدان العربية؟ لا، هو الأمر صعب باش نكونوا واقعيين في الوقت الراهن ما دام لم يعني نتجاوز عدد من الخلافات. لما نتجاوز
عدد من خلافات، أكيد الموقف سيكون بطريقة آلية موقف واحد، أو سيتم الوصول إلى آليات واضحة. أكيد لا، هذا شيء مفروغ منه، لكن يجب إدابة الجليد على الأقل. إحنا ما نقدروش نتحدثوا على مثلا تنمية اقتصادية ومبادلات والرفع من الاقتصاد الدول الجامعة العربية ومازال هناك دول تفرض على دول أخرى تأشيرة وصعوبة في تنقل الأفراد وصعوبة في تنقل البضائع والجمركة إلى آخره. كل هذه النقاط من الضروري إعادة مناقشتها لأنها فرصة اليوم لتصبح الجامعة العربية كمؤسسة قوية. ممتاز. هل ستتوصل اليوم هذه طبعا من خلال هذه الاجتماعات، اجتماعات وزارة الخارجية العرب، ثم هذه القرارات التي اتخذت تم التواصل توصل إلى توافق حولها ستحال إلى القادة العرب، هل سنصل في النهاية في البيان الختامي إلى قرارات واضحة كيف يمكن للعرب أن يتحركوا جميعا، أن ينسقوا المواقف، أن يستجيبوا ككتلة موحدة لعدة أزمات، أمن غذائي، أمن مائي، تحديات اقتصادية كثيرة، هل يمكن نصل إلى تحديد هذه الآليات وربما تؤدي الجامعة دور مهم في هذا؟ لا، هو الجزائر تسعى لأن تكون قمة الفتح من نوفمبر 2022 مختلفة على الأقل على القمم السابقة. أين الجديد؟ يجب أن يكون هناك جديد، حتى تكون قمة مكررة شكلية فقط على الأقل بالنسبة إلى الشعوب العربية. بالنسبة للقضاء ربما كل يحاول من جهته حسب مصلحته، طبعا مصلحة كل دولة، لكن مصلحة الشعوب أين هي من كل هذا؟ الجزائر من جهتها بادرت وسبق لها أن بادرت بإصلاح مثلا الجامعة العربية الذي يعتبر مع الأسف نقولها خطا أحمرا وحساسا لدى الكثير من الدول الرافضة لهذه المبادرة. أعتقد للأمين العام المساعد الجامعة العربية، أو عفوا الأمين العام أبو الغيط، قال بأنه مناقشة تعديل ميثاق الجامعة خلال هذه القمة ليس مطروحا على جدول الأعمال. الدكتور اسماعيل خلف الله، أهلا بك من جديد. نتحدث عن هذه النقطة المحورية وهذا ربما المكسب الذي توصلت إليه الجزائر بإعلان لم شمل الفصائل الفلسطينية يوم 13 من أكتوبر. اليوم وزير الخارجية الفلسطيني يقول أيضا هناك توافق، لم يلقى هذا الاتفاق أي ربما اعتراضات من البلدان العربية. هل هذا يمهد لما تريده الجزائر؟ حشد دعم عربي كبير وراء القضية الفلسطينية وإعادة القضية الأم لمحور هذه الملفات التي ستطرح على القادة العرب. بكل تأكيد، لأن هذه القضية ربما اليوم أصبحت في أجندة وفي دبلوماسيات عربية للأسف أصبحت غير رقم 3 أو 4 أو 5 أو 10. فالجزائر يعني اليوم هي بحرصها على أن تكون القضية الفلسطينية هي أولى القضايا. لماذا؟ لأن الحقيقة أن هذه القضية ليست للمتاجرة السياسية أو ليست لبيع الشعارات كما كان يسوق البعض ويتهم الجزائر أنها تبيع الشعارات لفلسطين، وأن الجهود الجزائرية اليوم أصبحت ملموسة. هذا الذي يقول بأن الجزائر تبيع شعارات، ها هو عندنا عام أكثر من سنة حصيلة نتاع لقاءات ماراثونية على أرض الجزائر بين فصائل فلسطينية وخلاف عميق ويعني شقاق واضح في أمام مختلف الفصائل الفلسطينية، يعني ينتهي هذه اللقاءات الماراثونية على أرض الجزائر بإعلان الجزائر لتوحيد الفصائل الفلسطينية. هذا هو العربون الجزائري الذي قدمته الجزائر على أنها جادة في إنجاح القمة العربية في الجزائر. كيف سينعكس دكتور اسماعيل خلف الله، كيف سينعكس هذا التوافق العربي فيه إجماع على أهمية هذا الاتفاق، إشادة بهذا الاتفاق وهذه المصالحة التي حققتها الجزائر، كيف سينعكس هذا الإجماع العربي على القضية الفلسطينية؟ أنت تعرف أنه موازنة الدولة الفلسطينية يعني تعاني من ضائقة مالية، تحتاج إلى دعم مستمر، تحتاج إلى حشد دولي وراء التحركات والاعتداءات الصهيونية المستمرة في حق الفلسطينيين. القضية تحتاج إلى زخم كبير، تحتاج إلى دعم كبير، تحتاج إلى إحياء
والدفاع عن هذه القضية في المحافل الدولية والوصول إلى قرارات ملزمة تسترجع من خلالها القضية الفلسطينية حقها والشعب الفلسطيني يسترجع حقه. بالتالي هل ننتظر من وراء هذا التوافق الوصول إلى هذه النقطة؟ الانعكاسات من أهم هذه الانعكاسات هو هذه القضية بالذات، قضية دعم القضية الفلسطينية سياسيا بالدرجة الأولى، ثم دعمها ماديا وماليا. فالمبرر هذا المبرر الذي كانت تقدمه بعض الدول العربية على أنها لن تستطيع أن تقدم دعم، إلى من تقدم؟ إلى هذا الطرف أو هذا الطرف؟ فهذا التشرذم وهذا الاختلاف الفلسطيني فتح الباب وأعطى مبرر لهؤلاء الذين يتنصلون من التزاماتهم المادية بالدرجة الأولى، على أن رغم أن الجزائر لم كانت سباقة وتبقى أنها ملتزمة ب يعني التزاماتها المالية تجاه القضية الفلسطينية. اليوم عندما يتوحد الصف الفلسطيني وعندما تدرس وتوضع خريطة انتخابات واستحقاقات على سقفها سنة، هذا سوف يدفع وسوف يمسح هذا المبرر الذي تقدمه بعض الدول العربية وهي تتنصل، وهي في الحقيقة تتنصل تتصنع هذا المبرر. ولكي فإذن فتوحد الفصائل الفلسطينية سوف يفتح الباب أمام كل الدول العربية أن تقوم بالتزاماتها المالية من جهة، التزاماتها السياسية المبنية على دعم القضية الفلسطينية، لأن الأجندة الصهيونية عملت بقوة، آلة الهدم وآلة الصهيونية عملت هذا الغياب العربي والتشرذم الصف الفلسطيني وانشقاق الأشقاء الفلسطينيين، عملت عليه الآلة الصهيونية صحيح. وذهبت إلى دفع مشاريع الاستيطان ومشاريع الهدم وتهويد القدس. كل هذه المشاريع أعتقد أنه يوم اليوم أمام التوحد، توحد الرؤية الفلسطينية سوف يضع له حد وسوف يحرج الجانب الصهيوني. أشكرك الدكتور إسماعيل خلف الله، المحلل السياسي والخبير في القانون الدولي، كنت معنا عبر سكايب، جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. الدكتور رضوان بوهيدل، أولا فيما يخص إعلان الجزائر، ما أهمية اليوم هذا التوافق العربي حول فحوى هذا الإعلان، هذا التوافق العربي حول القضية الفلسطينية مثل ما قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي؟ أنت تعرف أنه حالة الخلاف التي كانت سائدة فيما يخص البلدان العربية في كيفية التعاطي مع القضية الفلسطينية انعكست سلبا على حالة الانقسام في الداخل الفلسطيني، وبالتالي هل نتوقع اليوم دعما سندا آلية تطبيق مثل ما قال وزير الخارجية الفلسطيني، تطبيق بنود اتفاق الجزائر على أرض الواقع، وبالتالي نتحدث عن مسار دعم عربي جديد للقضية؟ لا، هو تطبيق بنود إعلان الجزائر هو تحت مسؤولية الجزائر، لكن يجب أن يكون بتوافق عربي، حتى يمكن تشكيل لجنة عربية فلسطينية لمتابعة تجسيد هذه البنود. لأنه كان فيه كلام يقول لك والله الجزائر لم تستشر، يعني ما فيش استشارة فيما يخص البلدان العربية حول هذا الاتفاق، وتحركت بمفردها بمبادرة جزائرية، وبالتالي اليوم هذه الإشادة والتوافق العربي حول الإعلان حول اتفاق الجزائر شيء مهم. لا، هو مهم ومهم جدا، سواء بالنسبة للجزائر كدولة تلعب اليوم وساطة في حل النزاعات والخلافات ما بين الإخوة العرب وحتى المستوى الإفريقي والمستوى الدولي لما لا، وعلى مستوى القضية الفلسطينية في حد ذاتها، لأنه في السابق لما نتحدث على الفصائل الفلسطينية انعكاسات الانقسام هذا كان على مخرجات القمم العربية، لأنه كل قمة عربية يتحدثوا على فلسطين بطريقة أو بأخرى، ودائما تخرج فصائل تقول أنه هذا البيان لا يعنينا ولا يلزمنا ولم يتم إدراجنا إلى آخره. لكن هذه المرة أي شيء سيخص فلسطين، أي نقطة تخص فلسطين في البيان الختامي، أي قرار هو سيخص كل الفلسطينيين، سيخص كل الفصائل الفلسطينية. هذه من نقطة. النقطة الثانية، التمثيل الفلسطيني في الجامعة العربية. اليوم راح يجيك رئيس فلسطين محمود عباس في السابق كان يمثل شئنا ما أبينا واقع هذا، يمثل حركة فتح، يمثل مجموعة صغيرة من الفصائل،
بقية الفصائل دائما كانت في خلاف مع هذا التمثيل على هذا التمثيل. اليوم لا، لما يجي محمود عباس خاصة بعد اللقاء اللي حدث في 5 جويليه لو تذكر اخي مولود، ما بين الرئيس تبون ومحمود عباس وكذلك اسماعيل هنيه، هنا اداب الجليد اللي كان موجود طيله 15 سنه الاخيره، يعني عملك من على الاقل نتحدثوا من قمه الجزائر 2005. لذلك اليوم فلسطين راهي متواجده تمثل كل الفلسطينيين، العرب مجبرون. الجزائر اليوم من خلال هذه المبادرة نعتقد أحرجت المهرولين خاصة نحو التطبيع، أكيد هي هناك عدد من الدول، احنا لا يهمنا علاقتهم الثنائية، هذا شيء ليهم، احنا ما راحش نقطعوا علاقتنا مع أي شخص يعني دار علاقات مع الكيان الصهيوني، وإلا قطعنا علاقتنا مع روسيا والولايات المتحدة وفرنسا إلى خلا، علاقة ثنائية شيء، لكن على أن لا يؤثر على العمل العربي المشترك على دعم القضية وعلى القضية الفلسطينية، لأنه فيه دول عربية حتى من الجانب المادي لم تقوم بالإيفاء بالتزاماتها المالية. الجزائر أنا على حسب ما ورد من معلومات، وأعتقد أن الجزائر الوحيدة الآن التي ما زالت تدفع اشتراكها ودعمها للقضية الفلسطينية. لا، ارتباط الجزائر مع القضية مع فلسطين لديه خصوصية شعبيا وحتى حكومة، يعني ومنذ زمن بعيد فدولة فلسطين تأسست على أرض الجزائر في 88. أول مرة تم تدويل القضية في الأمم المتحدة كان عن طريق الراحل هواري بومدين في الجمعية العامة عام 74. أعتقد أنه لا يمكن أن نقارن علاقتنا مع فلسطين بعلاقة أي دولة، لكن يجب أن تكون هذه العلاقة الجزائرية الفلسطينية نديروا عليها إسقاط للجامعة العربية، تكون علاقة دول كل دول الجامعة العربية مع فلسطين بنفس المستوى. احنا شفنا من ردود الفعل بعد إعلان الجزائر ما كانتش ردود فعل يعني ساخنة ومشيدة بالدور الجزائري عموما، بعض أقول بعض الدول مع العلم، واحد رئيس لجنة القدس، واحد يعني كاين، ولكن على أرض الواقع. وهذا الأمر نقطة جد مهمة، البعض كان يتخوف من حالة الانقسام العربية أن تؤثر على تجسيد هذا الاتفاق على أرض الواقع، وهذا الشيء مطروح وواقع أيضا. فبالتالي هذا التوافق العربي نتمنى فقط أن لا يعرقل تجسيد هذا الاتفاق كمرحلة أولى، صحيح. من ثم نتحدث عن إجماع عربي على دعم القضية. الجزائر تريد حشد الدول العربية لدعم أكبر للقضية، ليس فقط الالتزام بالأمور السابقة وإنما حشد أكبر، دعم أكبر للقضية. لا، هو الأكيد أنه ما راحش يكون تحالف مطلق لدعم القضية الفلسطينية، لكن نبحث عن التحالف ولو كان نسبي لكن فيه الأغلبية، ما تنتظرش أنه كل الدول ستوافقك على 10 بنود اللي كانت في إعلان الجزائر، ربما يكون خلاف حول بندين 3 بنود، ربما دولة معينة تقول لك أنا ما شاركتنيش إلى آخره، لا أتوافق تماما، لكن على الأقل ضد الاتفاق. نعم، لكن على الأقل تعمل ضد الاتفاق. لا، هي محرجة الآن، الدول لما تكون ستتحول إلى حالات شادة. من الصعب اليوم أنها تخرج على السرب، لما تشوف احنا كاين محاور دول قوية في الوطن العربي شئنا أم أبينا، سواء الجزائر، نتحدث عن مصر، نتحدث عن المملكة العربية السعودية، كل هذه الدول مؤثرة، عن الكويت، عن قطر، اليوم لديها فاعلية. لما هذه الدول يعني تمشي في نفس المسار، من الصعب على الدول الباقية، بقية الدول أن تختلف. ما تسلاش أن السعودية والجزائر ومصر تقول موقف، وقطر وتقول موقف معين، ومن بعد تجي جيبوتي أو المغرب، أو مع احترامنا طبعا لكل الدول، أنه تخرج على السر، ماشي في مصلحة تلك الدول، لكن مؤثرة في المحيط العربي. أنه هناك يعني مؤشرات حقيقة، لأنه هذه التصريحات ماهيش اعتباطية أو ارتجالية، أكيد عندهم معطيات باش وصلوا أنهم يصرحوا ويتحدوا على هذا التوافق، منتظر دائما البيان الختامي. هي في الأساس أيضا فرصة ثمينة، يقول البعض، للفصائل الفلسطينية لتجسيد هذه المصالحة وتاريخية. صحيح على أرض الواقع، في ظل هذه الجهود من الجزائر ومن الإخوة العرب. العمامرة قال
نريد أيضا هذا العمل المشترك مع جميع الدول العربية، وبالتالي الجزائر لا تقول أنا فقط يعني أعمل على هذا النهج الجديد، وإنما أريد إشراك الجميع، نتحرك جميعا. وبالتالي بالنسبة للفصائل الفلسطينية، ونختم بهذه النقطة، هي فرصة ثمينة لتجسيد هذا الاتفاق. لا، هي فرصة ثمينة وتاريخية ولا تعوض، لأنه مش لأنه اسم الجزائر مرتقى، اسمه إعلان الجزائر. إذا كان هناك خلاف سواء في الداخل الفلسطيني، يعني لأنه هناك ضغوطات من الكيان الصهيوني، ضغوطات من طرف دول تمارس الحرب بالوكالة لتنفيذ أجندات لا تخدم القضية الفلسطينية، الجزائر قد تنسحب، قد تترك الأمر. لكن الجزائر مصرة هذه المرة على متابعة القضية حتى تنفيذ، على الأقل كما قلت لك راه مرتبط باسمها، باسم الجزائر، اسمه إعلان الجزائر، سيبقى تاريخيا. يعني ما حيت هذا العالم، يعني سيربط اتفاق الفصائل الفلسطينية باسم الجزائر. لذلك الجزائر لا يمكن أن تغامر باسمها وسمعتها، وستعمل على ربما إقناع، هذا هو الدور اليوم وزراء الخارجية، وفيه لجنة ستتشكل لمتابعة السيد ربط المصالحة، أعتقد يلعب دور اليوم كبير في إقناع الإخوة العرب. عبد المجيد تبون كرئيس للقمة، يعني ابتداء من يوم غد بشكل رسمي كرئيس الجمهورية ممثل عن دولة الجزائر، ربما يجب إقناع القادة، لأنه دور الرئيس هو إقناع الأمير والسلطان وولي العهد ورؤساء الجمهوريات في الوطن العربي. هذا هو التفاوض الدولي، لدينا يعني الحجة والبرهان في النهاية. متفائل بهذا الدعم وبهذه الروح الجديدة في دعم القضية الفلسطينية؟ أكيد متفائل، لكن يجب دائما باش نكونوا واقعيين وصراحة، يجب التعامل بحذر شديد مع المشوشين، لأنهم مع التشويش، لأن هناك من يريد يعني تشويش على قمة الجزائر وإفشالها. يجب أن نتجاوز هذه النقاط حتى ننجح، حتى تدخل تاريخ هذه القمة بإذن الله. صحيح صحيح، وتحقق مبتغاها. أشكرك جزيل الشكر دكتور ذوان بوهيد، الأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة الجزائر. شكرا لحضورك على هذه المداخلة القيمة. أيضا الشكر الموصول دكتور اسماعيل.